الله. السيد عبد القادر العقوني رئيس المجلس الشعبي لبلديه عين الابل، كيف تقيمون زياره السيد والي الولايه اليوم للبلديه؟ احنا في اطار الزياره، في اطار الخرجات الميدانيه للسيد والي ولايه الجلفه لمختلف بلديات الولايه، تندرج في لقاء السيد والي الولايه مع المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني لكل بلديه. لكن احنا قبل لقائه مع المجتمع المدني كنا عرجنا على نقاط سوداء بالمنطقه، اللي هي مدرسه انشئت بميزانيه البلديه وتنقصها بعض المرافق، المطعم مدرسي جاءت هذه المنطقه في منطقه ريفيه ومنطقه فقيره، منطقه معزوله نوعا ما. إذا كان ممكن نستفيد من بعض التجهيزات، توسعة بعض الأقسام، بعض التجهيزات، مطعم مدرسي لهذه المنطقة. كذلك انتقلنا بعد النقطة الموالية، كانت المجمع المدرسي ب1، هذا كذلك مولى من ميزانية البلدية، لكن ميزانية البلدية توقفت حاليا، ما فيش موارد مالية في ميزانية البلدية، وما زال هذا المجمع يحتاج إلى أموال إضافية لتكملة بعض الأجنحة، مثلا السور الخارجي، تبليط الساحة، الجناح الصحي، كل هذه تنقصه. كذلك مشينا المشروع متعطل نوعا ما، هو الخزان المائي المرتفع الموجود بالحي الشرقي، لأنه راح يغطي منطقة جديدة بالماء الصالح للشرب. هذه المنطقة فيها أكثر من 500 سكن جديدة بين السكن الترقوي والسكن العادي. كذلك مشينا ونستفدنا من 400 حصة إضافية في إطار التجزئة الاجتماعية، مشينا وين موجود منطقة التجزئة الاجتماعية اللي شهدت بطء في الانطلاق في التهيئة تاعها وفي توصيلها بمختلف الشبكات، وأعطى تعليمات السيد والي الولاية باش تكون الانطلاقة في القريب العاجل. وكذلك حصة كانت قبل 450 حصة ارتفعت اليوم إن شاء الله إلى 850 حصة. هذا اللي استفدنا منه، وكان لقاء جدي ومثمر، وكان لقاء من نوعه، نقولوا من نوعه. أول مرة نشوف الولي يتقرب أكثر من المواطنين ويحكي معهم ويهبط حتى ينزل حتى من 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 المنصة ويكون مع المواطنين. هذا ثاني كذلك إضافة ثانية للمنطقة، وإن شاء الله يكون فيها خير.